نظمت جامعة المنوفية بتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية لطلاب الجامعة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح رئيس جامعة المنوفية عادل مبارك أن مبادرة حياة كريمة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية وكذلك معيشية، كما تقوم بتقديمها إلى المواطن المصري. احنا بصدد النهارده احد هذه المبادرات الهامه اللي هو مبادره حياه كريمه، ودور جامعه المنوفيه النهارده في استضافه كل الجموع اللي قدامنا دي من الطلبه اللي موجوده بالجامعه والمجتمع الخارجي عشان تعزيز الجهود للمشاركه والتوعيه بحياه كريمه، ويبقى له دور. المبادره اللي وصلت لكل الفئات المختلفه من الشعب المصري. الحقيقه احنا موجودين النهارده في رحاب جامعه المنوفيه عشان نوصل رؤيه واهداف ومحاور مؤسسة حياة كريمة لأكبر قدر من الشباب. مصر دولة شابة، عندنا الشباب 60% بيمثلوا 60% من المجتمع المصري، فبالتالي مؤسسة حياة كريمة حريصة جدا ان هي يكون في مشاركة من الشباب. دي المرحلة الثالثة من الندوات اللي بتعقد داخل الجامعات المصرية. الهدف من وجودنا النهاردة ان احنا نقدر نوصل فكرتنا للشباب الموجودين في الجامعات المصرية. احنا النهاردة جايين نعمل ندوة توعوية للطلاب، نعرفهم مبادرة حياة كريمة بتقدمه للبلد وايه اللي بيتعمل. يعني هدف حياة كريمة مش بناء بنية تحتية فقط، ولكن بناء انسان، يعني انسان يعرف يتعامل مع بلده بتطوراتها برؤيتها الجديدة بكل ما تهدف إليه لمصر 2030. حياة كريمة مبادرة رئاسية بقالنا سنتين موجودين فيها، الحمد لله بفضل الله كل المشروعات وكل الخدمات اتعملت. محتاجين ان شباب الجامعات يكون معانا ويبدأ يعرف بقية الشباب حياة كريمة وايه اللي هي حياة كريمة بتقدمه للمواطن. قدرنا نساعد اهالينا بمبادرة حياة كريمة. النهارده جينا في دور جامعة المنوفية عشان نعرف بقية الطلبة جامعات المنوفية ايه هي حياة كريمة. حياة كريمة دورها ايه في المجتمع؟ بتفيد بايه؟ في ناس كتير من طلبة الجامعات مش عارفين، عايزين يدخلوا معانا، بس هم عايزين يعرفوا ايه هدف حياة كريمة. حاليا احنا موجودين كلنا علشان خاطر الفعالية اللي عاملاها حياة كريمة، علشان نبدأ ان احنا نوعي الشباب اكتر بخصوص مبادرة حياة كريمة، نبدأ ان احنا نعرفهم ان فعلا في مجال للتطوع، ان انتوا تبقوا زينا برضه بنساعد في بناء مصر في مبادرة حياة كريمة. احنا النهارده جايين نعرف الشباب يعني ايه حياة كريمة، يعني ايه مؤسسة حياة كريمة اللي بتهدف للمجتمع، لخدمة المجتمع والمشروعات القومية زي صرف صحي، زي خدمات، زي حاجات بتعوق المواطنين. حياة كريمة تقدر توفر الحاجات دي، ومبادرة محترمة.